يما ولادي رايح مني دقيقكم يما 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 انتظر 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 لا شر ماي سمحوا لي سمحوا لي انا طبيب يا حسين يا حسين يا حسين دكتور موجود يا حسين ان شاء الله يا ابو عبد الله يلا يا حسين يا ابو يا حسين يا حسين يلا الله محمد وعلي محمد مشكور دكتور رحم الله والديك عايشينك دكتور عايشينك ها ما راح تجوا لي زياره مشي يعني احنا صراحه ننتظر الاجازه يوم يوم على مود نرتاح وعلى مود نتعب اكثر يعني انا احتاج اقعد بمكان طبيعي ابتعد عن الازدحام احتاج راحه نفسي بس زياره الامام الحسين ما تتعوض انا طبيب وعندي التزامات اقدر اروح للزياره باي وقت بالسياره على شنو متعب نفسي افهمك بس صدقني المشي للزياره ينطيك شعور ثاني وهم فرصه تتفكر تبتعد عن ضغوطات الحياه تروح ويا الناس الزوار تحس بشيء مختلف وسلام وروحانيه ما تنوصف يعني الصراحه انا احب ارتاح بطريقتي الخاصه أنا مدمن أرجع للمستشفى مستجمع قوتي أكو هنا ناس محتاجتني أولا المستشفى بها أطباء والمدينة شبه خالية الناس توجهت للإمام الحسين عليه السلام ويمكن الزوار بطريق الأربعين يحتاجوك أكثر صدق كل خطوة وكل خدمة تقدمها بطريق الزوار لها أثر كبير ويمكن تكون جزء من أحياء زيارة الأربعينية إن شاء الله إن شاء الله دعينا وياك